متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. قدمت صانعة السيارات الأمريكية جيب سيارتيها SUV جراند شيروكي تريل هوك وجراند شيروكي سوميت موديلي 2017 الجديدين كليا، وذلك بمعرض سيارات نيويورك الدولي. موديل تريل هوك أخذ مظهرا أكثر عدوانية وأكثر تخصيصا للطرق الوعرة، ومثل جميع موديلات تريل هوك فالسيارة تمتلك خطين أحمرين لون، واحد أمامي وآخر خلفي، وبالإمكان الاختيار بين نوعين من الإطارات الخاصة بالطرق الوعرة والمقوى بألياف صناعية معززة. في داخل السيارة تحتوي تريل هوك على فرش ذي لمسة سوداء من الجلد السويدي يلتف حول المقاعد الرياضية، وهنالك تطريز أحمر متناسق مع الطبلون الأسود اللامع، ولمسة معدنية في داخل أنحاء السيارة، وشاشة يو كونكت لنظام الترفيه والمعلومات والمحدثة للطرق الوعرة. أما بالنسبة لجراند شيروكي سوميت 2017 الجديدة كليا فهي فاخرة، حيث تحتوي على عجلات بطول 20 بوصة ومصابيح ضبابية من LED ومقدمة جديدة وجلد لاغونا الفاخر، ولوحة القيادة تكتسي برداء من جلد نابا الفاخر، وتماما مثل لوحة الباب والطبلون ووحدة التحكم الرئيسية. في جهة نظام الترفيه تحتوي سوميت على مكبر صوت بطول 19 بوصة ونظام هارمان كاردون الصوتي بقوة 825 واط مكون من 3 سماعات فرعية، والزجاج الأمامي مصمم ليقلل من صوت الرياح والأصوات الخارجية والإزعاج الصوتي بشكل عام، وسقف السيارة من الجلد السويدي الفاخر وعتبة مضاءة للأبواب. وكذا فإن سيارة سوميت تحتوي على نفس نظام الدفع الرباعي المتواجد في تريل هوك بكل ما يتضمنه من خواص. جيب أكدت إصدارها نموذجاً عالي الأداء يحتوي على محرك HEMI ذي شاحن خارق بسعة 6.2 لتر ومن 8 أسطوانات وبقوة 707 حصان، وسوف يتم طرحه في الأسواق قبل نهاية عام 2017 المقبل، وفي الغالب سوف يكون نموذجاً من ضمن موديل تريل هوك. في الختام لا تنسوا متابعينا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.